طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نبدأ إن شاء الله درس جديد ومحاضرة جديدة، وراح نتناول بها هذه المحاضرة موضوع السيمانتكس. نتوكل، بسم الله. طبعا درس اليوم درس شيق ودرس مهم جدا، ويعني كلش مهم في مسألة علم اللغة لينغويستكس. تدرسوه السنة إن شاء الله، تدرسوه بالرابع أيضا راح تأخذون هذا السيمانتكس. فالسيمانتكس مهم كلش، وأيضا يعني له الدور الكبير جدا في تطوير اللغة الثانية، اللغة الإنجليزية، لأن هذا الموضوع هو بي يعني الأمور، الشغلات اللي هي إحنا نقول عليها embedded meaning، المعنى الضمني. زين، فبداية نعرف لكم السيمانتكس. يعني هو تعرف كل سهل، هو السيمانتكس the study of the meaning، the study of the meaning. اوكي، فمن طلب الكتاب انا يعني ما طرق الكتاب، يعني لخصت لكم بهذه الطريقة افضل للكتاب، يكون بطريقة سهلة. بس هنا ما بنعطيكم يعني بشكل معقد جدا، بنعطيكم يعني الشغلات الأولية. الرابع راح يعني يكون التشعب أكثر، والإمبيدد مينينج راح يكون أوسع. زين، هنا يعني هو مثال واضح، لان اكو يعني احنا ليش هذا ندرسه؟ يعني مو بس الامبيدد مينينج، اكو كلمات ممكن تستخدم بهذا السياق، ممكن ما تستخدم بهذا السياق. زين، يعني اعطيكم مثل باللغه العربيه، وبعدين حتى يصير عندكم فكره اوليه تتماشون وياي. يعني مثلا كلمه ضرب، مثلا نقول اللاعب ضرب الكره، مثلا نقول يعني المعلم ضرب التلميذ على سبيل المثال. هنا كلمة ضربة باللغة الإنجليزية ما نقدر يعني مثلا نستخدم هذه كلمة ضربة، هي مثلا عندنا بيت. فممكن نقول يعني مثلا نقول for example the teacher beated the student or the lazy students. اوكي، بس ما نقدر نقول the player beated the ball. شوف هنا كلمة beat اللي هي الماضي مال البيت، هنا كلمة ضربة يعني ما نقدر نستخدمها بشكل شمولي. زين، نعرف انه كلمة ضربة هنا تجي beat، لكن على نطاق الفوتبول لازم نقول kick. اوكي، فصير بالنسبة للكرة تصير the player kicked the ball الى اخره. زين، نجي هنا فور اكزامبل ماي براذر از ا باتشلر. اوكي، يعني هنا باتشلر معناها يعني اعزب. اوكي، ما يصير نقول ماي براذر از سبينستر. سبينستر تطلق للمراه الغير متزوجه. زين، هذا مثال بسيط. زين، عندنا بعد ننتقل لمساله الورد مينينج، يعني هو كل هذا متعلق بالكلام اللي هسه ذكرته. We need to find out about the meaning of certain words such as spinster and bachelor. يعني لازم نتطرق مسألة spinster اللي معناها عانس، والباتشلر اللي معناها أعزب. زين، and see why such sentences such as my brother is a spinster is unacceptable. هنا هاي spinster ما يصير استخدمها يا رجل، يعني مع العلم انه هذه الجملة سليمة من ناحية القواعد والسنتاكس. اوكي، لكن السيمانتكس اسبكت، الجانب المعنوي، يعني هو unacceptable. accordingly، طبقا لهذا، there are three preliminary points need to be clarified in connection with word meaning. هذه يعني مهمة، هذه النقاط الثلاثة لازم ناخذها بنظر اعتبار قد ما نريد نستخدم كلمة في سياق. لازم نحط هذه الثلاث نقاط نصف الاعتبار ونصف الأعين. اوكي، النقطة الأولى، we shall be concerned with the content words such as zoo, apple, jump, etc. اوكي، rather than with functional words of that, by, with. يعني نتطرق للكلمات اللي هي تكون يعني تحمل المعنى الضمني، يعني مو المعنى السطحي، لان هذه مثلا كلمه ذات وذيس وهم وهير، هذني يعني بتعتبر ضمائر وتعتبر يعني امور سطحيه، يعني ممكن تستخدم على نطاق اوسع من هذه الكلمات اللي ذكرناها، مثلا باتشلرز، مينستر، زو، جامب، ابل الى اخره. فنركز على هذا الجانب اكثر، نركز على الجوانب الثانويه. Number two, we shall be dealing only with straightforward descriptive meaning and ignoring emotive meaning. Okay. هذا هنا شو يقصد به؟ يقصد احنا احيانا نستخدم
الكلمات لوصف شيء ثاني، احنا لازم نركز على الشيء يعني كجوهر مو كثانوي، يعني مثلا نغفل جانب ال يعني شلون نقول التشبيه. يعني مثلا احنا كمتعلمين كلغة انجليزية ثانية، مثلا كلمة طفل احيانا شخص من يسيء التصرف نقول عليه هذا طفل، هو كبير بالعمر. هذا هنا أنا هذا الجانب ما نركز عليه بقدر ما نركز على كلمة الطفل نفسها، انه الشخص الطفل الانسان الغير بالغ. فهنا يجي من باب التشبيه، التشبيه هسه نتركه، يعني احنا كمتعلمين لغة نركز على الستريت فورورد، الشغلات اللي هي احنا نقول عليها مستقيمة اوكي، والشغلات اللي هي يعني احنا نقول يعني شلون مباشرة، ما بيها يعني مثلا انسينويشن، ما بيها تلميح او تضمين اوكي. مثلا عندنا كلمة هنا adolescent اوكي will be taken to mean someone who is between childhood and adulthood، يعني هذا الشخص يعني مرحلة العمر نقول عليها يعني adolescent، يعني لا هو طفل ولا هو بالغ، يكون يعني شو نقول يافع، يعني ممكن يكون عمره مثلا فد 12 سنة أو 14 سنة، يسمون هاي المرحلة يسمونها adolescent اوكي، مرحلة الصبا، لا هو طفل ولا هو بالغ. We shall be ignoring the fact that the word implies person who awkward, immature and moody. هذا ممكن تستخدم هذا الادولسنت، تستخدم هذه الصفات، الشخص انه يكون يعني متعجرف او يكون يتصرف تصرف صبياني او غير بالغ او يكون مودي مزاجي. فاحنا هذا الجانب نهمله، احنا نركز على هذه الكلمه ايش تعني، شو الصب، شنو الاساس مالتها، ما لنا بالعلاقه بالتشبيه الفيجراتيف مينينج المعنى المجازي. زين النقطة الثالثة، we must be aware that meaning is double faced. هذه مهمة أيضا مهمة، بعض الكلمات لها أكثر من معنى يسموها double faced. Okay, the meaning of lexical items such as a tree must be considered in two ways. Okay, first of all, as one element in language system whose meaning is dependent on relationship with other words in the system. Second, its meaning is linked up with certain class of recognizable objects in the lexical or external world. Okay. كلمة tree مثلا، عندنا كلمة tree يعني هي هنا نريد نستخدمها لها أكثر من معنى، يعني ممكن من نسمع كلمة tree ممكن يجي بالنا إنه مثلا يعني فد شيء متشعب نقول عليه مثلا كلمة tree. Okay. لأنه هو يعني أكثر من معنى. زين أو ممكن نستخدمها يعني مثلا نسمع كلمة تري ممكن نستخدمها أنه هي مثلا بس نسمع هذه الكلمة يجي على بالنا مثلا غابة أو حديقة عامة. زين هذا كلمة تري. أو مثلا تجي قلنا مثل ما ذكرنا أنه فد أمور فرعية، يعني مثلا تري فد شيء مثلا جوهر ويتفرع من عنده فد أغصان فنسميه على تري. احنا نقول مثلا نستخدمها هسه بالباوربوينت، يعني نسيت يقول يسموها شجرة المعلومات او الشجرة المتفرعة الى اخره. لكن من نشوف الاكسترنال وورد، من نشوف يعني نشوف امامنا شجرة مثلا بتطلع علينا بشارة وشفنا شجرة، ما راح يصير عندنا مثلا كونفيوجن، ما راح يصير عندنا ربك، راح نعرف انه هذه الشجرة يعني شكلها ومكانها ومنظرها انه هذه الشجرة، فما راح يصير عندنا ارباك. هذه ثلاث نقاط تحفظوها. زين ننتقل سؤال هذا هنا، how might a linguist okay study the internal relationships between lexical items. How might a linguist study the internal relationship between lexical items. Okay. هذا هنا جواب مالته، the meaning of lexical items such as a tree must be considered in two ways. First of all, as one element هسه ذكرنا لكم اياها، whose meaning is dependent on relationship as one element in a language whose meaning is dependent on relationship with other words in the system. Okay. يعني احيانا كلمة يعني مثلا خلينا نعطيكم مثال بعيدا عن الشجرة، مثلا كلمة رأس هذه اخذناها، يعني كلمة رأس ممكن تيجي هي يعني كأساس جزء من جسم الإنسان، ممكن نقول كلمة رأس يعني نستخدم مثلا رأس يعني خاصة كلمة head باللغة الإنجليزية يستخدمون الهيد اوف ديبارتمنت رئيس القسم، او هيد اوف كومباني يعني رئيس الشركه. زين فشنو هو whose meaning is dependent on relationship with other words in the system، يعتمد على معناها الاصلي، يعتمد على الكلمات الاخرى. And it is meaning linked up with certain class، هذا الثاني it is meaning is linked up with certain class of recognizable objects in the external world. زين linguists regard
these two aspects as complementary. They examine first one, then the other, starting with the internal relationship between linguistic elements. هذا كل ما موجود بالموضوع. Okay. نجي على semantic fields. Okay. The words of semantic field share common semantic property. It is a set of words with related meaning. For example, field of emotion state, fear, happy, sad, anxiety, depressed, afraid. These examples show us that for linguists, it is important to deal with the external lexical structure of a language rather than with isolated words. The word green in English only becomes meaningful in relationship to its neighbor in the set of color items. It denotes the color between blue and yellow. Purple denotes the color between red and blue. هنا نفس الفكرة يعني أقصد بها semantic field. يعني الكلمة هي مقترنة أو معتمدة على الكلمات المجاورة إلها. هي اللي تحدد المعنى المقصود للكلمة نفسها. يعني مثلا سهلة كلمة head من نسمعها ما نعرف شخص بهذا واحدة. بس إذا جت فيها كلمة مثلا head of department هذا راح يحس منه الموضوع. زين هنا مطلع مثل كلمة الجرين يعني يقصد انه هي اوكي denotes the color between blue and yellow اوكي وهكذا ننتقل زين coping with overlaps كيفية التعامل مع التراكبات اللفظية يعني أحيانا تصير تراكبات أو تراكمات لفظية زين كيفية عندنا استراتيجيات شلون نتعامل وياها أكو عندنا يسموه الكومبوننشنال أناليسيز اللي هو يعني يقصد به يعني معناه تحليل المكونات أو تحليل العناصر المتضمنة تعريف مالته the attempt to divide lexical items of the same area into component parts. Example. Okay. عندنا man وعندنا boy. هذه لازم يعني نحللها تحليل دقيق يعني بأذهاننا حتى نعرف المعنى الدقيق وكيفية استخدامه. زين. بشون هنا يشتركون بشون يختلفون. Animate. اثنيناتهم animate كائن حي. اثنيناتهم human. اثنيناتهم male. لكن هنا عندنا adult. الرجل بالغ. والboy بعده. مرحلة الصبع adolescent اوكي هاي يعني ناخذها بنص بالاعتبار حتى نعرف شلون نميز طبعا تشوفون هذا الشرح ما اعرف شلون لكن هذا كله ترى يحدث بالعقل تلقائيا انت هو الانسان يحتاج ما يحتاج يعني قراءة او حفظ لهذا الامور بقد ما يحتاج اطلاع حتى تصير عنده يعني بديهية مثل ما هسه احنا باللغة يعني العربية من نسمع كلام يعني بسرعة فائقة وبديهية عالية راح نميز زين يعني نقول لكم مثلا شنو يعني الفرق بين الاشياء مثلا عندنا هاي الشغلات مثلا نقول بطل او قزازه يعني شوف هسه من قلت هذه الكلمه راح شو يصير باذهانكم بديهيا راح تعرف انه مثلا كلمه بطل مثلا المن اكثر شيء نستخدم البطل مثلا راح نستخدمه يعني مثلا بديهيا نعرف البطل بطل مي نشرب بيه المي بس من نقول مثلا قزازه مثلا انه المشروبات الغازيه اغلبها يعني مثلا او معظمها يجي على شكل يعني زجاجة هذه البديهيات ما يحتاج لها دراسة ما يحتاج اكتب لكم اياها لكن هذه تحتاج لها تمرس فاحنا هذا يعني للامور نعطيكم اياها حتى يعني تعرفون شلون تحفظون الشغلات تعرفون شلون تتعاملون ويا اللغة الانجليزية زين ننتقل للاوفرلابنج اناليسز يعني يعني شلون تحليل تراكمي if things overlap means one or some aspect are shared by more than one thing. For example, هنا عندنا شنو هذا؟ تحليل المتراكبات، الشغلات المتراكبة أو متداخلة الأوفرلاب. يعني بعض اللي قلنا بعض الشغلات تشترك يعني بالصفات. مثلاً ذكرت لكم مثلاً البطل والقنينة أو القنينة والزجاجة.
يعني بالرغم من اثنيناتهم يعني مثلا هذه مي وهذه شراب، لكن يحملون معنى السائل، ما يحملون معنى الشيء الصلب. زين، فانا مثلا منطي كاو از فيميل اوف انيمال يعني. زين، وعندنا البرنسز از ا فيميل ممبر اوف رويال فاميلي، عندنا التايجرز از ا فيميل اوف تايجر الى اخره. هذا كله يعني شوف بيناتهم شيء قاسم مشترك وهو الانثى. زين، this type of analysis could also be extended to verbs. ايضا يعني يتعدى الى مساله الافعال مو بس الاسماء، يعني مو بس الانثى. مثلا عندنا كلمه die وkill murder slaughter كلها تحمل معنى القتل، die kill murder slaughter. اوكي زين، بس شنو بكل واحده بيها تدرج، كل واحده بيها فد معنى ونطاق ضيق. زين، يعني واحد ما يشبه الثاني. مثلا عندنا كلمه die become not alive، زين هاي معناها يتوفى، kill معناها يقتل، cause become not alive. وعندنا يعني هنا القتل ممكن يكون قتل غير متعمد. زين، مع ذلك يعني حتى بالاخبار العالميه احيانا يستخدموها كقتل متعمد، لكن يعني لنحكي كتدرج، يعني مثلا نسبه خلينا نقول 70% وقتل متعمد والاقل غير متعمد، لكن هي من نجي قتل غير متعمد، شخص قتل شخص ثاني، لكن احنا داخلنا راح يصير عندنا انطباع انه قتل متعمد، لكن هو المعنى الاصح والاقرب هو نقول ميردر. اوكي، عمليه قتل هاي intentionally معناها بصوره متعمده، cause a human being become not alive، يقتل انسان بصوره متعمده، فهي نقول ميردر. هنا slaughter intentional cause a human being become not alive، هذه هنا ايضا معناها جزء او ذبح. فهذا تشوفون التدرج. زين، عيني نستمر. Synonyms. Okay, lexical items can be regarded as synonym or if they can be interchanged without the altering the meaning of an utterance. هذه المترادفات. Okay, نقدر نستخدمها بشريطة انه ما يغير المعنى الدقيق للفظة. مثلا هنا نقول he snapped the twang in halves or he broke the twangs of the twang in half. Okay, هنا نقصد انه كسر، هاي هنا كلمتين كسر الغصن الى جزئين، سناب كسر او سموها يعني شلون نقول احنا طق، هاي سناب. زين، لكن هذا شوف هسه هذه الكلمتين هسه مثل ما انه هنا بدايه المحاضره قلنا مو كل الكلمات مثل كلمه بيت تستخدم بكل النطاقات، مثلا ضرب الكره وضرب الطالب والى اخره وضرب الولد. زين، فشوف هنا انتبهوا على هذه المساله، سناب وبروكن هنا استخدمناها انترشينجبلي، فهنا سينينامز. شوف انتبهوا لي، in the above mentioned example the two words snapped and broke can be used interchangeably. interchangeably يعني بصوره متغايره او متبادله. زين، on the contrary while we can say he snapped his finger. شوف هنا نقدر نقول he snapped his finger، طقطق صابعه، هاي الصوت اللي تسمعوه. زين، لكن ما نقدر نقول it is not possible to say he broke his fingers، هو كسر اصابعه. شفتوا هنا ما نقدر نستخدمها، اذا شنو لازم نتحرك دقه. زين، ننتقل لبعدها the opposites اللي هي التضادات. اوكي، are two or more words that have same opposite meaning good bad. هذه واضحه. for example distinguish three types of opposites found in language. The study of opposite is more complex as there are several different types of opposite. Okay, the most obvious one or obvious one or type is pair of words in which negative. هو طبعا بيها شوف هنا قبل ما نبدا بالشرح بيها ثلاث انواع، كل نوع بنطلع عليه امثله. اوكي، النوع الاول the most obvious type is a pair of words in which the negative on one implies the other. يعني النفي مال الاولى يتضمن بالنفي مال الثانيه، يعني شلون مثلا نقول ابيض، النفي مالته شنو؟ اسود، كبير صغير، جميل الى اخره. زين، for example he is not married he is single، he is not single he is married. يعني هاي واضحه. النوع الثاني second type of opposite is one which is not absolute but relative to some standard small and large. For example, always imply some comparison. What a large mouse. هنا يعني ما بينفتشي يعني معنى
احنا نقول ابسولوت يعني مطلق، فهنا بده يقول وات لارج ماوس، مو يقصد انه كلش كبيره مثلا بقد مثلا الفاره تكون مثلا بقد مثلا القطه او بقد الحصان، لا يعني مقارنه بالفئران البقيه حجمها كبير، فهذا مو ابسولوت. زين، فهنا شو يقول هنا؟ in comparison to normal size mouse. اوكي، او نقول what a small elephant. اوكي، what a small elephant in comparison to normal size elephant. هنا هم ايضا مو نقصد انه الفيل كلش صغير هو مثلا بحجم القطه، لكن نقصد انه مقارنه بالاحجام الاعتياديه والمعروفه. زين، هذا الثاني. الثالث third type is when one word is the converse of the other. الكلمه الاولى تعكس الثانيه. اوكي، فور اكزامبل اي جيف يو ذا بوك يو تيك ذا بوك، اعطيتك الكتاب تاخذته، الى اخره. ما في فتيات بس احفظوها في التعليقات او التعقيدات. سؤال عندنا وات ار ذا ادفانتجز اوف ديفرنت لكسيكال ريليشن شيب. اوكي، ما هي الفائده من الريليشن شيب بين لكسيكال ايتمز؟ اوكي، الفائده الاولى they enable us to understand multiple links between different words. والثانية ان هنا الأولى قبل ما ننتقل الثانية الأولى، يعني تمكننا من فهم العلاقات الموجودة بين مختلف الكلمات. الثانية they can all be expressed by means of logical notation symbols، يعني ممكن نعبر عنها عن طريق يعني فد تأشيرات منطقية أو رموز منطقية. Then they can all be expressed by means of logical notations or symbols. هذا عندنا أيضا سؤال جدا مهم ويعني يعني حاسم بالنسبة لهذا الفصل، يعني why is impossible to assign fair meaning to some words؟ ليش ما نقدر يعني نعين فد كلمات محددة أو معنى محدد أو ثابت لبعض الكلمات؟ يعني بعض الكلمات مثل ما شفنا ما لها فد معنى محدد، مثل ما أخذنا قبل شوي مثلا snapped وcracked إلى آخره. ف راح نشوف الجواب. It is impossible to assign fair meaning to some words because of the or because two main reasons. First, fuzziness اللي هو الغموض أو الإبهام. Is the process when we have words where there are no clear boundaries in their meaning. In other words, words often have fuzzy edges, which means there is okay, there is no absolute divide between a class and base. They are all merged into one another. Okay. زين. هنا قلنا بعض عندنا يعني غموض ببعض الكلمات، يعني مثلا كلمة الجلاس والفيس هناك اللي يعني عندهم دائما يستخدموها بمعنى واحد اللي احنا نسميها زهرية ونسميها مزهرية. زين، فما نقدر نحدد معنى، اثنيناتها تستخدم لنفس الغرض او لنفس المعنى الجلاس اند فيس، لكن تعرفون الجلاس ممكن به استخدامات ثانية تنطي معنى انه القدح هذا الكوب او المج اللي نشربه او الى اخره. هنا هذه الكلمة ايضا تنطي معنى الوعاء الذي يحتوي الورد او لا او اي اشياء، اي شغلات الديكوريشن للتزيين. زين، فما نقدر نطفد يعني حد معين او مثل ما هم اتطرقوا فير مينينج فد معنى قطعي. زين، فهذا الفازينس اكو يصير يعني فد غموض ما نقدر احنا نجاوزه، هذا هو طبيعه اللغات في كل العالم. زين، عندنا الفاميلي ريزمبلانس يعني التماثل العائلي. زين، it's when we have one word which covers a whole range of things. In other words, a word such as furniture covers a whole range of things which share a characteristic or characteristic with one another. Okay. Family resemblance يعني هذا التماثل، كلمة واحدة ممكن يعني يعني تغطي فد موسوعة أو مجموعة من الأشياء. مثلا عندنا كلمة الفيرنتشر الأثاث، ما نعرف شنو نقصد به هنا الأثاث، يعني هل هو مثلا ميز الطعام، هل هو ميز التلفزيون، هل هو مجموعة كراسي إلى آخره. فهذا الفاميلي ريزمبلانس يعني
ايضا يسبب لنا غموض. يعني هسه احنا نريد نتكلم عن كلمه اثاث، حتى بالشعب هذه الموجوده الشغلات يطلق عليها اسم اثاث، فهذا اللي يعني يسبب لنا انه ما نقدر نعطي معنى قطعي. يعني هسه مثلا انا اقول كراسي، زين ما نقصد ما راح ماكو واحد راح يعرف شو اقصد بها الكراسي، يعني كراسي بالبيت، كراسي مال ميز عادي، الكراسي اللي هي الاستولات اللي احنا نستخدمها بالشعبة اللي تكون بيها يعني يعني مثلا تكون خشبية او تكون حديد، يعني ما نعرف، فهذا يسموه الفاميلي ريزمبلانس. اوكي زين، ننتقل للسؤال الاخير. What is prototype and why is this notion important for the study of meaning? Prototype. طبعا البروتوتايب هو الشكل الاصلي. اوكي it means a typical example of something، الشكل النموذجي للشيء يسموه البروتوتايب. It is the set of members of category that best represented by category as a whole. It is important because a prototype helps explain the meaning of a word by resemblance it to the clearest exemplar. For example, penguin, which is a prototype of a bird. زين؟ يعني هنا شنو الشكل الأصلي للشيء؟ وهذا ليش كلش مهم؟ يعني انت احيانا تريد تعبر عن شيء باللغه الانجليزيه ما يعني ما فات، يعني مثلا نسيت هذه الكلمه، شلون تعبرها لمقابلك اللي هو شخص مثلا يتكلم اللغه الانجليزيه فقط، فتقوم تستخدم له تمثيل، شيء تقرب له الصوره على مود هو راح يساعدك يعني بتذكرك الكلمه والمعنى. مو يعني مو معقول انت مثلا كل ما تريد تقول له شيء راح تطلع القاموس وتبحث وتسوي، لا هذا راح يعني ينطي انطباع سيء، بس تقعد تشرح له الشيء البروتوتايب بالشكل الاصلي زين هو راح يوصل. مثلا يعني على سبيل المثال مثلا هذا كلنا احنا عندنا هاي الهواتف المحموله السيل فونز او الهواتف الخلويه، من نجي البروتوتايب الشكل مالته القديم شنو هو؟ ايش راح يتبادر بذهنكم؟ الشكل القديم هذا التلفون القديم اللي قبل كنا نستخدمه، يعني يكون حجمه كبير بدقم كبيره، لازم يكون مربوط بواير زين، وما يشتغل هيك يعني مثلا يعني بطاريه وشحن، هذا يسموه من نجي للهواتف هاي الذكيه المحموله البروتوتايب مالتها شكل التليفون القديم كلكم تتذكروه، وهكذا زين. اتمنى استمتعتم بهذه المحاضره واستفدتم يعني قدر كبير من الاستفاده، واني اسمع لكل مداخلاتكم وكل اسئلتكم واستفساراتكم. ربي يحفظكم.